السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. العديد من الأشخاص يواجه مشكلة باستلام البن كود اللي يتم إرساله من جوجل حتى يتم تفعيل جوجل أدسنس. طبعا طريقة استلامه جدا بسيطة، لكن تعتمد على طريقة كتابة العنوان بشكل صحيح، وطريقة كتابة العنوان تختلف من دولة إلى دولة ثانية. فبعض الدول عندهم خدمة توصيل البريد إلى المنزل، يعني من تكتب اسمك والدولة والمنطقة والحي ورقم الشارع ورقم المنزل راح توصلك الرسالة، ودول ثانية ما عندهم هذه الخدمة، فلازم يكون عندك صندوق بريد خاص حتى توصلك الرسالة بشكل صحيح. ومن يوصل رصيدك بالحساب في جوجل أدسنس أكثر من 10 دولار، مثل ما نعرف أن الحساب راح يتوقف بشكل مؤقت، ويطلب من عندك إدخال البن كود اللي راح يتم إرساله إلى العنوان اللي كتبته أثناء التسجيل. فإذا كان العنوان مكتوب بشكل خطأ ما راح توصل الرسالة. فإذا كنت مسجل سابقا ويعني تم الموافقة على حسابك، بإمكانك أنه تعدل العنوان مثل ما راح يتم شرحه بعد قليل. فهذه الرسالة اللي أمامنا هي رسالة البن كود اللي وصلت من جوجل حتى يتم تفعيل الحساب على جوجل أدسنس. ومثل ما نلاحظ أن الرسالة ما تحتوي على رقم موبايل، مع العلم أنت أثناء التسجيل قمت بكتابة رقم الموبايل، فهذه الرسالة تحتوي على المعلومات اللي كتبتها أنت. فإذا ما كان عندك صندوق بريد، الرسالة راح توصل إلى مكتب البريد، لكن مكتب البريد كيف راح يعرف أن هذه الرسالة إليك؟ مجرد أنه هي تحتوي على الاسم. فلازم يكون عندك صندوق بريد ويتم كتابته مثل الطريقة اللي كاتبها أنا، يعني تكتب الاسم بعد الدولة المحافظة المنطقة واسم مكتب البريد ورقم صندوق البريد. بهذه الطريقة من راح توصل الرسالة، أنت عندك صندوق بريد وكتبت رقم صندوق البريد الخاص بك، فمكتب البريد راح يقدر أنه يتصل عليك حتى تستلم هذه الرسالة. كل رسائل جوجل اللي يتم إرسالها هي خالية من رقم الموبايل، فمثلا هذه الرسالة الثانية اللي وصلتني من جوجل أيضا ما تحتوي على رقم موبايل، مجرد تحتوي على المعلومات اللي كتبتها أني بدون رقم الموبايل. فصندوق البريد مهم حتى أنه تستلم البن كود من جوجل بشكل صحيح. طبعا هذه الرسالة وهذا هو رقم البن كود اللي يتم كتابته في حساب جوجل أدسنس حتى يتم تفعيله. هسه راح أتحول إلى الكمبيوتر حتى نشوف طريقة كتابة العنوان قبل ما يتم تقديم الطلب، أو طريقة تعديل العنوان بعد ما يتم تقديم الطلب. تابعوني. مرحبا، مثل ما تلاحظون أنه هذه الاستمارة الخاصة بتقديم طلب إلى جوجل أدسنس. طبعا إن شاء الله راح يكون شرح مفصل حول طريقة تقديم الطلب وشرح الموافقة المبدئية والموافقة النهائية وطريقة كتابة أو إضافة الإعلانات في الموقع أو المنتدى. هذا الشرح هو مجرد لتوضيح طريقة كتابة العنوان بالنسبة إلى جوجل أدسنس. والأمر الأول اللي راح أشرحه أنه كيف أقدر أكتب العنوان بالبداية بشكل صحيح أثناء تقديم الطلب. عندي الخانة الأولى أكتب الاسم الثلاثي باللغة الإنجليزية وعنوان الشارع، هنا أنا راح أكتب عنوان صندوق البريد. فتكتب اسم أي مكتب بريد أنت سجلت من عنده أو حصلت على رقم صندوق البريد. فراح أكتب مكتب البريد الخاص بالكاظمية أوفيس، بعدها راح تكتب بوكس وتكتب رقم الصندوق الخاص بيك، كاظمية، وبعدها تكتب مثلا بغداد الكاظمية. طيب، والخانة الأخيرة تكتب رقم الموبايل الخاص بيك. فهذه هي الطريقة الصحيحة حتى تستلم الرسالة بشكل صحيح. طيب، هسا أنتقل إلى شرح آخر وهو طريقة تعديل العنوان بعد ما تم تقديم الطلب. الخطوة الأخيرة أنه كيف أقدر أصحح العنوان اللي تم كتابته سابقا، يعني بعد تقديم الطلب. أفتح الحساب وأضغط على ضبط، بعدين أختار الدفعات، بعدها أختار الملف الشخصي للمدفوع لأمره وأضغط على تعديل، فتظهر لي هذه الصفحة، وبهذا المكان أكتب العنوان بشكل صحيح اللي يحتوي على صندوق البريد. طبعا لهنا أنا ينتهي هذا الفيديو، أتمنى أن يكون واضح للجميع. وضحت بطريقة استلام البن كود الخاص بالجوجل أدسنس بشكل صحيح. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلوني. بنهاية كلامي تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله.